يوفي به ابو اين دول الاصل لا تلهيهم. نعم ذاك الله خير. فابو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل اقم الصلاة، ويقول عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون. والله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال وليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. الامر الاخر اقام الصلاة، وهي ثاني اركان الاسلام. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه. والله يا اخوان ما في الصلة بين العبد وربه اذا ترك الصلاة، انقطع الحبل اللي بينه وبين الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم يقولون كانوا لا يرون شيء ترك الكفر إلا الصلاة. والشيخ ابن باز الله يجمعنا به وبكم في الجنة إن شاء الله والدين وجميع المسلمين، سئل عن سأل طالب كان في الجامعة قال يا شيخ أنا وقت ساعتي على 7:30 وقت المحاضرة وأقوم أصلي وأروح المحاضرة، فقال هذا كفر لأن تأخير الصلاة وترك الصلاة متعمدا، نقول متعمدا يا إخوان، ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، يرون العلماء كفره. وبعضهم يرى يعني أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا ما تعمد، يعني إذا أخرها. فالإنسان يجتهد في الصلاة. الصلاة يا إخواني والله أنها نور، هي البرهان، هي نورك في هذه الحياة. والله يا أخواني سعادتك في الدنيا وفي الآخرة بسبب هالصلاة. أنا لي أبيات يقول إن قام حظك قمت من لذة النوم، صليت فرضك يوم نادى المنادي، وإن طاح حظك جاك لذات وحلوم، اخترت عن داع الإله الرقادي، ما تدري إن الروح يأتي لها يوم، واللي انتهى عمر الفتاة ما يعادي، ما ينفعك نخوة وفزعات وسلوم، تلقى مصيرك حر ولا برادي. فالصلاة هي حرك وبرادك. إذا تبغى الجنة وتبغى الفلاح فعليك بالمواظبة على الصلاة في وقتها. وأنتم ملاحظين يا أخوان المسلم يحصل له بعض التقصير، فإذا أخرت صلاتك في ذاك اليوم والله أن التعاسة يومك كله تعاسة بسبب أنك تركت الصلاة. لأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله. بالله إذا أنك في ذمة الله بيجيك ضرر، لا والله ما بيجيك تعاسة في حياتك، بتصعب أمورك، والله ما يصعب عليك شيء، وتعيش في سعادة ما يعلم بها إلا الله. والإخوان اللي واظبوا على الصلوات وأهل العلم والمشايخ والمتقين من عامة المسلمين اللي يواظبون على الصلاة يجدون السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لعلنا نترك مجال لإخواننا. والصلاة أمرها متشعب واسع، والله عز وجل أكثر الآيات والأحاديث فيها بسبب عظمة هذه الصلاة. هذا والله أعلم. الله يجزاك الله. ذكرتني في طالب صغير يدرس في الظهر ثانية أو ثالثة ابتدائي، فيقول أبوه دائم يا أنا أبوك أنت تصلي الفجر والله ما حد يقدر عليك وانت في ذمة الله، ما حد يقول لك شيء. ورسخت في راسه الطفل. قال ما حد يقدر يؤذيك ابد وانت مصلي الفجر وانا ابوك. قام جا ذاك اليوم لعله اخطا وجاء مدرس يبي يضربه. قال يا استاذ ما تقدر تضربني. قال ليش؟ قال انا في ذمة الله. قال ابوي يقول من صلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وانا مصلي الفجر وفي ذمة الله، كيف تضربني وانا في ذمة الله؟ الحمد لله. المدرس وقف عنده الكلام، شايف الانسان اللي عنده خوف الله عز وجل وقف. فقال له والله ما تستحق من اضربك وانا ابوك، والله هدامك وصل الوجه. لا والله ما اي والله لك حبه راس. اي والله فعلا. ونصبح على الحاضر اللي دائما ما يتاخر الا ما شاء الله، يقول ما يبطئ السيل الا كبره الا كبره، فما شاء الله. نصبح على الدكتور سعيد الحارثي، ونبي نرجع للمشايخ بس عاد ما ودنا عاد قد شاركوا الاخوان كذا، اخذنا مشاركه طيب عاد نصب عليك و...
هو كلمته هذه يوم يقول قد شاركوا يعني باخذ الوقت الباقي كله. لا 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 ما لا ما احنا مخلينا هو لا مغط مغط ما شاء الله لا دعس دعس بس نبي نقصر الدعسه شوي. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعلمون ان الصلاه عباده عظيمه ذات اقوال معلومه افتتحها بالتكبير اختتم بالتسليم، وهي من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها الله جل وعلا على نبيه في أعظم ليلة وهي ليلة المعراج في السماء، وكل العبادات فرضت عن طريق الوحي إلا الصلاة فرضها الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة في السماء. كانت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله جل وعلا حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي مع هذا التخفيف في الثواب 50 صلاة، فلله الحمد. الحمد لله. وهي عظيمة جدا ولها مكانة، و هذه الصلاة ذات أقوال وأفعال يعظم فيها العبد ربه تبارك وتعالى، حينما يقول الله أكبر يعني أن الله أكبر من كل شيء، أكبر سبحانه وتعالى بعلمه وبكبريائه وعظمته جل وعلا. وإذا قلت الله أكبر وكأنك حذفت الدنيا خلفك وأقبلت على الله تبارك وتعالى، تشافها الله جل وعلا وتتصل بالله تبارك وتعالى. ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي مناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد وردت الآيات في فضلها وعلى وجوبها وفي الحث عليها وفي المسارعة إليها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه حثنا وأكد علينا حتى في نهاية المطاف قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. في آخر وصيته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة هذه عظيمة، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وقال الله جل وعلا عن أناس يأتون قال فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فحري بنا وبالمستمعين وبكل من يسمع هذا الكلام أن يتق الله جل وعلا ويحافظ على صلاته. الصلاة التي حينما تكبر وتعظم الله جل وعلا ثم تضع أعلى ما فيك على الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي تنزه الله جل وعلا عن السفول وأنت في ذل، تضع أعلى ما عندك وأشرى ما عندك على الأرض في مكان قدميك وتقول سبحان ربي الأعلى، تنزه الله جل وعلا. هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حينما تسجد لله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال سل يعني اسأل ماذا تريد، فقال أريد مرافقتك في الجنة. طيب. فقال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة.
فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا فيه تكفير للسيئات وفي حط للخطيئات وفيه رفعة للعبد بين يدي الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم بهذه الصلاة وبالمحافظة عليها. ويقول وأنتم تعلمون كلام ذاك الشاعر الذي يعني خلد في ذاكرة الشعر النبط: خير منها ركعتين بالأسحار لا طاب نوم لحياته خسارة. وابن حميد الصلاة لها نور. عبد الله الشيخ ابن حميد. أي نعم. نعم. الصلاة لها نور. نعم. لها والصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصدقة برهان والصبر ضياء. فالصلاة نور، نور مطلق، نور في وجهك، نور في قلبك، نور في حياتك، نور في بيتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا صلاتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فصل أكثر فيها من الصلاة، صلوا يعني. ولهذا قال: أفضل صلاة العبد في بيته إلا المفروضة. فتصلي في البيت، فإذا صليت في بيتك يكون فيه نور، يكون فيه سعة، يكون فيه بركة، يكون فيه خير كثير حينما تصلي لله جل وعلا في بيتك. وحينما تصلي في الصحراء، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يصلي في الفلاه أن له أجر 50 صلاة إذا أحسن سجودها وركوعها، توضأ ثم قام يصلي، له أفضل يعني أجر 50 صلاة. لماذا؟ لأنه لا يرى في هذا المكان إلا الله تبارك وتعالى، وصلى لله تبارك وتعالى. فأنا أقول يا إخوان، نحافظ على الصلاة، نكثر من الصلاة. الصلاة هذه عبادة، عبادة عظيمة يرفعك الله جل وعلا بها ويحط ويكفر عنك بها الخطايا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفرات لما بينهن، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان، فهي مكفرات. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمر جاري يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلنكثر من هذه الصلاة ونحافظ عليها بركوعها بسجودها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. جزاك الله خير. أنا بس كنت قدام تخطفون المايك مني بطريقة. الله يبارك. لا لا لا، الخطف المايك منكم أجر أبو مهند. تفضل يا أبو مهند. أقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تنوعت هذه البساتين وختمها أخونا. لا ما ختم، لا ختمها الآن قبلي. وإن شاء الله نستمر. لا نستمر. نعم. أبو صالح لما ذكر إمام من أئمة السلف سيد من سادة التابعين وسعيد بن المسيب، كانت لا تفوته 40 سنة تكبيرة الإحرام. ما السر في هذا؟ السر أنه كان يتلذذ حينما يسابق. نعم. فيها لذة، فيها لذة، يجد راحة طمأنينة مرة. وسنأتي الآن بقصتين سريعة وتعليق أحد الدكاترة. نعم. المعالجين النفسيين في هذه. ثم تأتي المسألة يعني السعادة اللي تو أنشد أبو معاذ فيها في قضية السعادة وفي معاني السعادة في الصلاة، وهي اللي مرتبطة وذكرتني هذه القصتين. يذكرها أحد الدكاترة وأخذتها منه مباشرة، وإن كانت علاقتي به بسيطة لكن استفدت منه كثيرا، وحتى أني أحرص على متابعته في يعني في سواء في تغريداته أو في كتبه التي موجودة في السوق ما شاء الله تبارك الله. يقول: اتصل بي أحد الشباب ثري، سماه هو، يقول اسمه نواف. اتصل نواف قال: يا دكتور أنا عارفه. يقول: ثري ثري مرة أسرته ثرية، ما اللي يبغاه يوفرونه له. يقول: يا دكتور أنا جربت كل شيء، سافرت لكل شيء، كل العالم يقصد، أخذت كل شيء، زينت كل شيء كذا، لكني ما وجدت شيء، ما وجدت السعادة. ثم يقول انكسر صوته. قلت: وش فيك؟ قال: يا دكتور والله أبغى أنتحر، أفكر أني أنتحر. وذا حنا يعني حينما نتصور كثير من الناس، هذا تعليق برا شوي، إن صاحب الثرى سعيد. لا لا، هذا مثال من إذا ما جت مسألة السعادة الروحية. نعم. ما في سعادة مادية. يقول: تأملت فيه. والقصة الثانية بسرعة قالها: دكتور
واحد فقير أحواه وضاعه المادية ومشتت مسكين، ويشكو أيضا نفس الشكوى، يقول اشتركت شكوى اثنين في شيء أنهم فكروا فقط في المادية. والله يوم خلق ابن آدم نقوله لا لنا ولأولاد أخواننا والرجال والنساء، الله يوم خلقنا ما خلقنا فقط من الطين، خلق الطين فكانت جثة هامدة فنفخ فيها إيش؟ الروح. هذه الروح لازم لها غذاء كما أن للجسد هذا غذاء. نعم. فيه غذاء الآن عندنا هنا، وتوصل بيت لنا الحليب جعلك تسلم، والتمر موجود، والفطور ينتظرنا ولا لا ها؟ نعم. وتعال هذا غذاء، غذاء للطين، لكن غذاء الروح هي من أعظمها الصلاة. وأخذ يتكلم الدكتور فيها، يقول البذل كله، العطاء كله، البر كله، ثم لما جاء في قضية السجود أفرد له كلام طويل مناجاة الله كما ذكرت أنت الآن فيصل، مسألة اللي يسابق 40 سنة ما تفوته تكبيرة الإحرام حينما يسابق، هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية، المناجاة مع الله. مناجاة مع الله يفقدها بعض الناس. شلون مناجاة مع الله يا أخي؟ ابك لله في سجودك ستجد لذة. وأعظم دليل أن المناجاة والصلاة تجلب السعادة، ما في واحد اليوم صلى الفجر قال يا ليتني ما صليت الفجر، في واحد هاجمها أبد. بالعكس بالعكس يقول الحمد لله، حتى المفرط يوم صلى اليوم قال الله يجزاك خير، أم الزوجة الله يجزاك خير أنك قومتيني، الله الأبوه الأخوه الرفيقة. يا أخي ترى هذه السعادة، صل الفجر مع المسلمين، صل يا أخي خلك مع الله كما يحب الله، تأتي يوم القيامة يا ربي جاهدت نفسي، تركت فراشي، تركت نومتي، تركت لذتي، محبة لك أنت أحب لي من محبة من اللذائذ. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالقصة هذه اللي مسألة الماديات، ماديات ما تنفع. في تجار سعداء ليش؟ لأنهم علاقتهم مع الله زينة. في فقراء علاقتهم مع الله زينة وسعيدين، والله يا الله يلقى أكله وأكله على قده ومبسوط. ليش؟ يقول علاقتي أهم شيء إن الله راضٍ عني، أنا أبغى رضا الله وبس. تحس إنه يقول أرجو إن الله راضٍ عني، لأني في صلاتي تجد على طول يشير في صلاتي محافظ عليها، والتاجر كذلك والمتوسط كذلك، فتجده مطمئن القلب لأنهم يقيموا الصلاة، بعكس من يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يتركوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها، فاللي تأخر الصلاة عن وقتها احذر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ها اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وما غي والعياذ بالله واد من أودية جهنم أو مستوى دركات من دركات النار والعياذ بالله، بعكس الذين يقيمون الصلاة في الجنات يعني نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والصلاة نور كما في الحديث وجاءت الآية نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فالصلاة تأتي بنور. تعال إلى مسألة اللي من اللي طرح المسألة أسألك مرافقتك في الجنة، هو الدكتور سعيد تو ها يعني وش أبغى مرافقتي في الجنة، وهذه لعلها إذا شئتم الآن نطرحها كمحفظة استثمارية ولا بعد شوي؟ بعد شوي المحفظة الاستثمارية اطلبوها يا للمستمعين أو المشاهدين والمشاهدات، وسنحسب حسبة بسيطة رقمية، والله أكرم وأعظم اللي جعل الخمس صلوات 50 صلاة. والمعلومية هذه من يعني أشياء التي من الله بها على أمة محمد بواسطة رسول من أولي العزم من الرسل، هو موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى صارت 5. فصلوات الله وسلام عليهم أجمعين. والله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. الله خير أبو مهند. كلام كلام عجيب سبحان الله. الجسد خلق من الأرض وغذائه ما يخرج من الأرض، من الطين وغذائه، لكن الروح غذائها خلقت من أمر الله سبحانه وتعالى، وغذائها ما هو بتجده في الأسواق ولا في البقالات ولا لا لا، غذاها ذكر الله عز وجل تجده في الصلاة في المساجد في أبو محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يعني مثل ما شفنا متشعب نعم وطويل، لكن أنا بتكلم عن الصلاة من خلال موقفين فيه. نعم. الموقف الأول اللي هو
التوصية بالصلاة وقت الحرب. أنت لو تقرأ في القرآن تجد الآيات وردت بالتأكيد على الصلاة وقت القتال، حتى في أصعب المواقف. نعم، وأنه يقومون في خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الرسول ويتمون، ثم تأتي في أخرى. فإذا كانت الصلاة ما أعفي عنها يعني بهالمكان وتم تأجيلها، فهذا من الأدلة على أهميتها. النقطة الثانية اللي يعني طبعا هو الموضوع يعني بالتدبر والتفكر فيه يتضح مدى أهميته، اللي هو الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم الأبناء للصلاة. وش قال؟ مروهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر. طبعا يعني ما تجد توجيه في البداية من الصغر، أمر للصغيرة اللي عمره سبع سنين. الآن الحين أبوه 15 سنة، لو تشوف بالتربية يقولون لا تأمره، لا تثر على نفسيته، لا توجه. لكن هذا لأهمية موضوع الصلاة وأهمية غرسها بالناشئة من يوم أنهم صغار، ويجب أن يؤمروا فيها ويجبرون عليها ولو بالضرب لو وصل عمرهم 10 سنين. والحقيقة أنا يعجبني بعض المثل يعني يعطونه بعض المدرسين أحيانا، هم يعلمون الأبناء للصلاة ويدرسونهم بالتي هي أحسن. نعم. صراحة يعني يلقونه ويصح للكبار قبل الصغار أيضا. نعم. يقول له منها واحد جاء وعطاك صندوق، هذا الصندوق ممتلئ أما بجواهر وأموال ولا بحلوى وفيها أشياء كثير، ولكنه مغلق ما له مفتاح والصندوق حديد، بتستفيد منه؟ لا، لن تستفيد. يقول كذلك كل الأعمال الجيدة في حياتك إذا سويتها تراك إذا مت ما أنت مستفيد منها، ما لم يكن معك هالمفتاح حق الصندوق اللي هو الصلاة. الصلاة هذه يعني لكي تقبل أعمالك ولكي تمشي ولكي تزين أعمالك، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يكفي هالكلام هذا. تبعك كمواطن سوء، حتى إذا كنت على 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 معصية سبحان الله وجاء وقت الصلاة تركتها وعدت إلى غيرها، والصلاة كل ما هو مرتبط فيها فيه حسنات وأجر، بداية من الوضوء، سماع الأذان، البقاء في المسجد، بداية من التكبير، التسبيح، طلب الله المغفرة، في نهايتها الدعاء، كلها خير في خير متى ما تعود عليها الإنسان. وسبحان الله دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا حزبه أمر يعني فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة يعني لها تأثير نفسي واجتماعي على الإنسان كبير جدا، ومتى ما تقيد فيها ووفقه الله أنه يتقيد فيها إن شاء الله أنه سيجد السعادة في حياته. هذا الجانبين ذي حبيت أتطرق لها، وأسأل الله ينفع بما نقول. جزاك الله خير. بس نص دقيقة. طيب تفضل. المعالجة الاجتماعية هذه وجدناها في الحلول للي يشكون من مسائل، لأن احنا اشتغلنا في مراكز اجتماعية، مسائل الطلاق، المشاكل مع زوجته، نقول رحت صل وتوضى وصل وكذا ورجع، يرجع بنفسية غير النفسية اللي قبل. نعم نعم، سبحان الله. معالجة اجتماعية أكيد لها دور عجيب كبير. نعم أكيد سبحان الله، حتى يخف لو أنه بقي على موقفه نفس الأول، بس أنه لا كثير إذا ما غير 100% لا كثير، وبدأ يتفاوض، بدأ مع لا ما عنده الحدية خفت. نعم لا شك. معالجة خير محمد. يا مرحبا. لا شك أن مثل ما ذكر الأخوة الصلاة عظيمة جدا، وهي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام.